منذ صدور قرار منع التجول يوم أمس أصدر أعلنت الهيئة إعلانين مهمين جدا، مهم جدا نشارككم فيهم. أولا أعلنت الهيئة عن شركات البريد المرخصة من قبل الهيئة. الشيء الثاني أعلنت الهيئة عن منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية والمسجلة لدى الهيئة. حقيقة الهيئة منذ بدء تداعيات أزمة أو فيروس كورونا في المملكة قامت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، أولا تعميم اشتراطات السلامة على كافة شركات البريد المرخصة من قبل الهيئة، وفي نفس الوقت تعميم اشتراطات السلامة على منصات التسجيل أو التطبيقات الإلكترونية التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية. في نفس الوقت قامت الهيئة بمجموعة من الجولات الرقابية والتفتيشية للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات بشكل دائم ومستمر، وهذه الجولات قائمة ومستمرة. يمكن حديثنا اليوم الأهم في قرار منع التجول يأتي الإقبال بشكل كبير جدا على منصات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية. حقيقة تدعو الهيئة كافة المستفيدين سواء المواطنين أو المقيمين إلى التعامل مع التطبيقات المسجلة لدى الهيئة والتي أعلنت عنها الهيئة في موقعها الإلكتروني أو من خلال منصات الهيئة الرقمية. يمكن فيما يخص التحول إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية شاهدناه بشكل مميز جدا منذ أن بدأ تعليق العمل أو الحضور لمقرات العمل والعمل عن بعد. حقيقة في إقبال جدا جميل على الخدمات الإلكترونية للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفي أرقام وفي وعي جدا مميز من مواطنين ومقيمين بالاستفادة من هذه الحلول التقنية المبتكرة، واللي الحمد لله ما كانت لتكون لولا وجود بنية تحتية رقمية مميزة في المملكة.